للمنطقة. بالضبط، بالتوفيق لهم في هذا المهرجان والسوق. نروح لموضوع آخر جدا، هو من أنواع الفوبيا، فوبيا سن الثلاثين. مرحلة الثلاثين هي مرحلة النضوج، ويكون فيها الشخص أكثر واقعية وعقلانية، وعنده القدرة على التعامل مع فئات مختلفة من المجتمع. لكن البعض يعتبر هذه المرحلة العمرية مرحلة يأس، والبعض يعاني من فوبيا بداية سن الثلاثين. طبعاً اليوم راح نتعرف عن أهم أسباب هذه الفوبيا. معنا بالاستديو أخصائية نفسية نادرة العصيمي. إذن يا هلا والله فيك، نورتنا. أهلاً وسهلاً، حياك الله. أهلاً وسهلاً. يعني نقول الشعر الأبيض وأيضاً الحرمان من الأمومة هي من ضمن مخاوف الفتيات في سن الثلاثين. فخلينا شوي نتكلم عن يا ترى ما هي هذه المخاوف، بالإضافة يعني ما هي أسبابها؟ بالضبط زي ما ذكرت، المخاوف إنه في يعني وصلت مرحلة لعمر معين اللي هو الثلاثين، مثلا ما تزوجت أو ما في أطفال، فتبدأ إنه يكون في عليها ممكن حتى ضغط من البيئة اللي عايشة فيها، أو يبدأ في مقارنات إنه في بنات في عمرك متزوجات أو معهم أطفال أنت إلى الآن، فيكون في خوف إنه أنا تأخرت، أنا ما أنجبت إلى الآن في هذا العمر، وكأنه محدد يعني عمر الثلاثين، وكأنه محدد إذا أنت في عمر الثلاثين ولا أنجزتي يعني هنا في مشكلة. لأن بعض سيدات وبعض مجتمعاتهم زي كأنه حطوا لهم تاريخ صلاحية، إذا وصلتي هالعمر وما سويتي هالشغلة أنت خلاص راح عنك كل مراحل عمرك، كل التجارب، أنت وصلتي متأخرة. فعشان كذا في من الأسباب هذه تؤدي إلى دفعهم لهذه الفوبيا. أنا حابة بعد أعرف يعني هل من ضمن هذه الفوبيا أيضا عند الرجال من ناحية سن الثلاثين؟ ممكن فعلا تكون هي موجودة عند النساء وعند الرجال، لكن عند النساء ممكن تكون بالدرجة أكبر، وعند الرجال موجودة. الرجال ممكن تكون الفوبيا عندهم من نوع، أو المخاوف تكون من نوع أنه ما أنجز في حياته، أو بنفس الشيء أنه ما كون أسرة، وصل عمر الثلاثين مثلا ما أنجب أطفال، ويبدأ فكرة أنه ليش ما أنجبت من بدري عشان يكونون في عمري أو يكون صديق لهم يعني. ومن ناحية العمل، ومن ناحية العمل أنه ما في إنجاز أو ما في عمل خاص فيه، هذا بالنسبة للناس اللي عندهم إنجازات، بينما اللي ما عندهم إنجازات أو إن وصل عمر 30 هو ما عنده عمل، هنا مشكلة ثانية مختلفة. جميل. زملائنا يعني أعدوا هذا التقرير وسألنا الناس، كان السؤال يعني وقت دخولك لسن 30 هل شعرت بالقلق والخوف من أنك كبرت وليش؟ خلينا نعرف تفاصيل أكثر وأكثر، نشوف هذا التقرير الراجع. مرحلة مصيرية حيث يتحدد فيها ملامح الحياة العملية والاجتماعية، كما أنها المرحلة الفعلية لتحمل المسؤولية والبدء في مواكبة التغيرات الجسدية والنفسية التي تحدث للإنسان. عندما يصل المرء إلى سن الثلاثين يتغير في نظره معظم الأشياء في عينه، يبحث عن الأماكن والأشخاص التي يرتاح قلبه له، فقط لا يستطيع الدخول في جدال، يصبح أكثر تركيزاً عما يخص مستقبله، ويبدأ في تحديد المسؤوليات الهامة في حياته. البعض يعتقد أن في هذا السن قد فاته قطار العمر من زواج ووظيفة، ولكن لا يعلم أن بداية النضوج الفعلي من جميع النواحي هي في هذه السن. قبل الثلاثين يكون توا متزوج، توا بادي وظيفة، توا بادي حياة عمل، توا بادي ادخار، فيستفيد منها بعد الأربعين. واللي يتعب قبل الثلاثين وفي شبابه يرتاح لما يكبر، ويكون عنده خبرات أكثر في الحياة لما يتقدم فيه العمر. بشوف إنه في سن بيسبب خوف لدى الإنسان. بعتقد إنه كل ما الإنسان تقدم بالعمر بصير عنده نضج أكبر، بصير عنده ثقة بنفسه أكبر، بصير عنده رغبة أكبر بإنه يترك أثر لطيف في الحياة. ما بشوف في أي سبب يدعو للخوف، والإيمان طبعاً كل شيء بيعمله الإنسان مقترن بالإيمان بيخليه يبعد هذا الخوف أكثر وأكثر يعني. 30 توا بدايته، توا بداية شبابه يعني، توا بداية انطلاقته يعني، توا يبدأ الحين في الأول يتزوج في العشرين في 18، حريصين على أبنائهم أنهم يزوجونهم في العشرينات يعني، إذا وصل 30 قالوا هذا رائع يعني راح فات القطار، لا الآن في 30 يمكن بعدين بيصير في 40.
كنت تقترب من حافة سن الثلاثين، فمرحبا بك في سن الرشد والتمتع بالحياة واتخاذ القرارات المصيرية والتمتع بالفكر والنضوج العاليين. للقناة السعودية، صالح العمري، الرياض. جميل، يعني سمعنا الآراء في هذا التقرير بأنه البعض قال لك بالعكس أنه سن الثلاثين إذا هو شد حيله وقدر أنه يدخر ويتزوج ويخلف هيرتاح، ولكن بعد سن الثلاثين ما هيرتاح، وفي كثير من الآراء، فحابين نسمع وجهة نظرك. المخاوف هنا أو بعيدا عن الآراء، أول كل عمر له مخاوف، يعني لما يكون الشخص في عمر المدرسة يبدأ يخاف لأنه بينتقل إلى مثلا الجامعة، بعدين بعد الجامعة يخاف أنه بينتقل إلى عمر ما بعد العشرين إلى مرحلة العمل، بعدين إلى مرحلة الثلاثين، فهكذا كل عمر له مخاوف معينة. في أشخاص ممكن يستقرون من عمر من منتصف العشرينات كزواج، كأبناء، بعدين في منتصف الثلاثينات يبدأ يشوف أنه يحتاج شيء آخر، إيش حيسوي في حياته، إيش حيستقر. في عالم نفس أريك أريكسون حدد مرحلة اللي هي من منتصف العشرينات إلى نهاية الخمسينات بمرحلة أنه الإنتاجية إلى الركود، يعني فيما معناه أنه حيكون الشخص في هذه المرحلة يدرس، يشتغل، يتزوج، ينجب، يبدأ يستقر، المرحلة الركود أنه يكون فيه هدوء عام بعد الخمسينات. جميل. في ناس يجيهم زي مخاوف يسمونها أزمة ربع العمر، تبدأ من 25 إلى بداية الثلاثينات، فمن الأسباب التي ذكرتيها نفس الشيء يعانون فيها البعض، لكن حلو أن تطلعون من هذا الخوف إلى بحث إلى فرص وحلول. فأعطاني الفرص، هل صدق أن عمر الثلاثين تحت فيه الفرص أو تنعدم؟ يعني لو جينا عملنا شوي كذا مقارنة على الجيل الحالي أو على الفرص اللي موجودة، بالعكس بتشوفين أنه عمر الثلاثين الفرص متاحة لهم أكثر، لأنهم حيوصلون مرحلة من الوعي، من النضج، أنه يعرفون القرارات اللي تساعدهم، أو يعرفون هم إيش قادرين يقدمون، أو هم وين رايحين، يعني إيش حابين، إيش يبغون يسوون. ما هو تحديد أنه الأهل أو تحديد المجتمع حوله لازم يدرس التخصص الفلاني، لازم يشتغل في العمل الفلاني، لا، يبدأ يكون يقدر يأخذ قراراته بنفسه ويكون عنده توقعات معينة. هذا أمل جميل. جميل. طيب أيضا يعني يعني أستاذة نادرة، في بعض التقارير أشارت بأنه 7 من كل 10 عانوا بما يسمى بمتلازمة المحتال، اللي هي طبعا يعني تتحدث عن الشعور أو شعور الشخص بعدم استحقاقه بالإنجازات والوصول إلى نجاحات معينة، وأنه لسه مجهوده ما وصله إلى مرحلة معينة هو يبغى يوصل لها وإلى آخره، ولأنه قاعد يتلقى بعض الردود السلبية من قبل الآخرين، وبأنه ما في ردود إيجابية بسبب مثلا منافسة وإلى آخره. فكيف ممكن الواحد يتخلص من هذه المتلازمة وأيضا تكلمين عنها أكثر؟ ممكن تكون أساسا بحسب توقعات الشخص تجاه نفسه، أو بحسب أنه كيف يعتقد الآخرين حينظرون له، فيبدأ يتوقع أنه ممكن يعطي أكثر، ينتج أكثر، استقرار أكثر، فيبدأ يحس أنه يبدأ حتى يقارن نفسه بين الآخرين. فدائما التوقعات، المقارنة، ضغط المجتمع، هذه الأشياء ممكن تبدأ تخلي الشخص يحس بضغط معين تجاه نفسه، أنه ما أنتج، والخوف من الرفض، فإنه ما أنتج، وصل لعمر معين بدون إنتاجية، ويتجاهل جميع الإنجازات اللي سواها في حياته، سواء دراسة، سواء نجاح في عمل معين. الأشياء اللي ممكن تساعده إذا كان الشخص داخل في هذه الدائرة وما هو قادر يتخلص منها، يعني ما يقدر يقدر نفسه، ما ينظر لنفسه نظرة جيدة، يحاول دائما يسمع للآخرين ويبدأ يلوم نفسه، يدخل في دائرة لوم النفس، فممكن انه يحتاج انه مساعدة مختص، بحيث انه يناقش معاه افكاره ويناقش معاه، يعني يبدا يخلي تركيزه ينعكس على نفسه اكثر من انه على الاخرين وكيف ممكن يرضيهم. اوكي. هذا حديثنا عن الشخص اللي قريب يدخل 30 او انه دخل وخلاص، لكن خلينا نروح الى في عوامل هي تؤدي الى هذه الاسباب ممكن الشخص مو مفكر فيها، مثلا نقول الاهل. كيف نوعي الاهل ودورهم في مثلا طريقة كلامهم، اختيار الكلمات، مساعدة الشخص في هذه المرحلة؟ الأهل دائما هم البنية الأولى في حياة الشخص،
هم الأساس في حياة الشخص. فدائما الشخص ممكن يبدأ يحتاج أنه يرضي أهله علشان يكون هو راضي عن نفسه. فالأهل هنا هم اللي يحتاجون زي ما قلت التوعية، أنه كيف ممكن يحاولون يحدون من توقعاتهم تجاه هذا الولد أو هذه البنت في عائلتهم. دائما الأهل عندهم توقعات عالية جدا تجاه أولادهم، لكن يتناسون أن أولادهم حيطلعون للمجتمع الخارجي، فهذه التوقعات هل هي حتتناسب مع قدراتهم إمكانياتهم؟ هل حتتناسب مع المجتمع لما يطلع الولد أو البنت لهذا المجتمع؟ جميل، يعطيك العافية صراحة. الأمانة يعني الحديث لا يمل بخصوص هذا الموضوع، بأنه الكثير لديهم فوبيا في سن 30. تعرفنا على كثير من التفاصيل، عرفنا مخاوف المرأة في سن 30، وأيضا عرفنا أنه ليش البعض يتخوف من هذا العمر والاستطلاع اللي أعدوه الزملاء. عموما يعطيك ألف عافية، شكرا لك. طبعا شكرا لأخصائية نفسية نادرة العصيمي، وشكرا لك آمنة. شكرا لك رضوى، وشكرا لها صراحة، تحدثت عن مميزات هذا السن، فلا حد يبالغ بأي شيء بحياته، بالعكس عيشوا لحظاتكم، وهذا أحلى شيء نحصله ونعطي نفسنا حتى مستقبلا واللي حولنا. إذا بكذا مشاهدينا انتهت حلقتنا، نتجي معاكم بكرة أكيد بنفس موعدنا. في أمان الله.